كثير ناس بتحكي لي انه طب انت كيف قادره تعيشي وبيتك مستوطنين وحواليك مستوطنين قدامك مستوطنين وراكي مستوطنين وكيف ما بتخافي؟ You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is gonna steal it. No, no one is allowed to steal it. يا جماعة على الرغم من كل ذلك والله العظيم الإشي مش يعني بديش أتفاخر وأعمل فيها وطنية أبداً لأنه أنا ربيت هون وخلقت هون بحس إنه يعني مستحيل أبدل هذا المكان في العالم كله. لا أؤمن بمحاكم الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية لأنه بالنهاية القضاء نفسهم مستوطنين، القوانين وضعت لخدمة الاستيطان والمستوطنين، فصراحة ما بيكون عندي هذا الأمل إنه والله ممكن يمصفونا لأنه بالنهاية ما بدهم إيانا أصلاً نكون هون، بدهم يطهرونا عرقياً. والله لما أخذوا بيتي يمكن قعدت سنتين أو ثلاثة كل ما بمرق على جوا عيني بتدمع. أنا ما بكيتش إلا أمي وأبوي. مش رح نروح محل، رح نضلنا ببيوتنا لآخر لحظة. تهجرنا بال 48 من حيفا وتهجرنا كمان احنا مش كاملين لانه حبسوا والدي. تهجرنا احنا امي والخوات وحبسوا الوالد 9 شهور واستولوا على المطعم اللي له، كان عنده مطعم على المينا ولا زال عندي الترخيص تبعه وحبسوه واخذوا المطعم منه. ومن وقتها لليوم وإحنا في مشاكل مع الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية التي تدعي الملكية وهم لا يملكون أي ورقة تثبت ذلك. وضعنا بالقدس حساس جدا، بالوقت اللي بتسقط الشيخ جراح بتسقط القدس. إحنا المركز الاستراتيجي بالنسبة للإسرائيليين بالنسبة للقدس، إذا أخذونا بيكملوا الحوض المقدس. هلا هم حاطين امامهم بزر مسكر وقيموا شقفه منه، ما بيجوش يهجموا مره واحده، شقفه عمالهم بيسرقوا منا. وزعمائنا العرب في منهم نسبه لسه نايمه ما في صحيح. انا اقول لحكوماتنا العربيه المطبعه الله لا يبارك لكم، لأنه أنتم بتطبيعكم توافقون على ما يحدث في حي الشيخ جراح، توافقون على كل عملية تهجير عمالها بتصير، على كل هدم منزل عمالكم بتوافقوا عليه، وبتدعموه مادياً كمان. كيف بقولوا فلسطين بلد الزيت والزيتون؟ احنا زي شجر الزيتون راسخين. صحيح هم عمالهم بيحرقوا بشجر الزيتون، لكن احنا اللي بيحرقوا واحد بنحط بداله 10، زي احجار القدس. ساعة
ثابتين مصبرين، ما ممكن حد يطلعنا. فيش حدا بيرضى لحاله يسلم بيته لسارق، ما حدا بالدنيا، فمش رح نطلع من بيوتنا. حرية حرية، نشرح الله الحرية.